منطقة الشمال. هذه فرصة والهدف الأول، الهدف الأول لفائدة فريق المغرب. التطواني بواسطة المهدي بالعروسي، المهدي بالعروسي يتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف الأول لفائدة فريق المغرب. التطواني من زاوية هي الثانية للمغرب. التطواني في هذا الجولة ومن كرة ثابتة يتمكن المدافع بالعروسي أنه يفك لغز هذه المباراة بتوقيع هدف أول لفائدة فريق المغرب. التطواني إذا 1-0 لفائدة المغرب. التطواني كنتابعوا تنفذت الكرة بشكل جيد من خليل بن حمص المهدي بالعروسي حرا طليقا بدون رقابة يتمكن وضع الكرة، لاحظوا أمام أنظار باقي اللاعبين باقي المدافعين وكذلك الجمهور الحاضر. فريق المغرب التطواني يتمكن إذن من أنه ياخذ تقدم في هذه المواجهة، وبالتالي غادي نتابعوا لقاء آخر بعد ما تمكن فريق المغرب التطواني أنه يسجل الهدف الأول بواسطة المهدي بالعروسي لاعب صعب. رجع الآن لقاء صعوبات في تجاوز نقول بانه الحائط الاول والثاني على مستوى الدفاع، لانه حتى اللاعبين ديال وسط الميدان كيرجعوا لاغلاق كل ملف. فرصه جديده، هدف التعادل لفائده فريق الرجاء بطريقه ولا اجمل ولا اروع. تسديده قويه تعانق شباك الحارس رضا بولاكا في الوقت اللي كنت كنتحدث على انه الرجاء لقي صعوبات على انه يخترق الدفاع ديال الفريق المغرب التطواني. لاحظوا عمر بوطيب وتسديده قويه ديال عبد الاله الحافظي يضع الكره في الشباك ديال الحارس رضا بونكا. نتابعوا هنا عمر بوطيب كيوضع الكره بالراس، تسديده ديال الحافظي تعانق شباك الحارس رضا بونكا بطريقه جميله جدا. وهاد الاهداف ما يمكن يسجلهم الا لاعب اسمه عبد الاله الحافظي، ودخول الحافظي يحفظ ان